السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أخوكم مريم. طبعا عندنا هنا يوكن 2008 SLT الدعس كهربائي للمواصفات أمريكية. كان شغل طبيعي وفجأة راح المشوار ورجع وما عاد اشتغل معه جميعها، فجأة ما عاد اشتغل. فطبعا ما عندي خلفية ولا عندي خبرة، ولكن بعد التواصل والبحث والسؤال طلع أنه المشكلة بسيطة، لأنه المشكلة اختفت مرة واحدة وليست من مثلا يعني اشتغل يسار واليمين وما اشتغل، لا اليسار واليمين فجأة ما اشتغل، طلع أنه بطريقة عشوائية أو بطريقة غير مقصودة من أحد الأطفال اللي معاه ضغط زر أو أحد الأزرار التحكم في الدعسة، مما أدى إلى عدم عملها. راح أوريكم في أوريكم بالأزرار التحكم في الدعسة الكهربائية، الدعسة هذه كهربائية. فطلع المشكلة في المفتاح هنا. طبعا أغلب الناس لو تلاحظون هنا معي هنا أغلب الناس ما تدري أن المفتاح هذا هو التحكم في الدعسة الكهربائية. شوف الآن الدعسة شغالة، لما تكون كده مضغوطة الدعسة تكون الكهرباء عنها مفصولة، مثلها مثل مفتاح مالع الانزلاق أو المتحسسات والدعسات أو مالع الانزلاق أو الحساسات الأمامية والخلفية. هذا كمان برضو التحكم في الدعسات الجانبية، فهو يخليها شغالة أو يقطع عنها الكهرباء. الآن كده لو أفتح لاحظوا معي ما تحرك، لما أفتح لاحظ الدعسة تنزل بالكامل. عفوا، لما تطفي الجهاز راح ترجع في وضع التخزين وما تفتح. لاحظ الآن الكهرباء مفتوحة. راح أقفل الآن من هنا وراح أقفل الباب، راح تتخزن لكن ما راح ترجع مرة ثانية. لاحظ الآن ما عاد تفتح، لازم أفتح المفتاح أو التحكم الدعسة من هنا. لاحظوا صارت المثل، يعني مشكلة بسيطة بدل ما تخسر فيها الضفيرة وتخسر عندها مهندسين وميكانيكيين، عندك خيارين، يا اما المفتاح اللي هنا او الفيوز. اما اذا كان كذا غير الاشياء ما طلعت المشكلة من المفتاح او ما طلعت المشكلة من الفيوزات، ذاك الوقت تحتاج الى فحص كهرباء وتتبع للكمبيوتر. اتمنى الجميع استفاد. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.